الوضعية اللي تعرض إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شنو هي؟ كان دول لما انتقلوا إلى الإسلام من الجاهلية، انتقلوا إلى الإسلام ظل في نفسهم سؤال يدور في أذهانهم، هذا السؤال أن إحنا انتقلنا من عالم كل علائقنا تقريبا كانت بنافذة، يعني شلون مثلا احنا انولدنا من عقد جاهلي، الام والاب بالنسبة الى الصحابة كانوا جاهليين، وعقد الزواج كان على الطريقة على طريقة الجاهلية. زين، هاي نقطة. ام وابو مثلا كانت علائقهم قائمة على هاللون من العقود، هاي نقطة. النقطة الآخرة الأخرى، بيوتهم اللي سكنوها ماخذيها بعقود الجاهلية، معاملاتهم معظم أعمارهم قضوها على المستوى الجاهلي. فهذول يقولون أن هاي الوضعية اللي كنا عايشيها إحنا شنو حكمها؟ راح تلحقنا آثارها أو ما تلحقنا آثارها؟ يعني بتعبير آخر، أن إحنا مدانين بيها لو مو مدانين بيها، يعني إحنا المجتمع اللي راح نعاصره يضفع لنا شرعية أن إحنا أبناء عقد صحيح لو لا، يعبر عنا بأننا مثلا أبناء عقود غير صحيحة، ها؟ يعني شيء من هالقبيل كان من التساؤل. فالإسلام لما جاء أجاب على هذا التساؤل، قال أن الإسلام يجب ما قبله، أن عالم الجاهلية خلاص أنتم ما مؤاخذين به، الآن انتقلتوا إلى مرحلة، هاي نقطة. والنقطة الثانية، العقود اللي كانت بالجاهلية أيضا نافذة، ما الآن ما يمكن إحنا واحد نعبر عنه بأن ابن مثلا ابن زنا، لا، خصوصا وأغلبهم دولة كانوا من بيوت نجيبة، يعني أكو بعضهم معظمهم بيت نجيب يحافظ على كرامته، لغاية ما في الأمر أنه العقد اللي ماشي عندهم هكذا. يعني تفرض الآن إحنا عقود مو لزوم الجاهليين، الآن عقود المسيحيين مثلا أو عقود اليهود، إحنا الآن أو عقد المجوسي، المجوسي يجوز أن يتزوج بنته، اليهودي يأخذ بيت أخوه، هل أقدر أنا أطلق على أن ابن ابن زنا؟ طبعا لا، لأن لكل قوم عقد. وعقد غير الإسلام لما إجا إلى الإسلام خلاص ذاك أضفيت عليه المشروعية وظلت، وهو إجا للإسلام دخل في عالم جديد، إذا عنده عقد مستأنف لازم يكون على الطريقة الإسلامية. فكل المذاهب الإسلامية على هذا عدا الموالك، بس المالكية، المالكية يقولون أن عقد هؤلاء لو وقع من عندنا نعتبره غير نافذ، فهو عقد باطل ما نقبل، يعني ما نسميهم ذولا. بس ما أدري شلون شي يقولون يعني بالنسبة إلى الصحابة المالكية، يعني شي يقولون، يعني يقولون أن الصحابة مثلا عقود أباهم كانت مو مضبوطة، مشكلة يعني، وين مشكلة؟ على العموم، اجت الآية تجيب على هالسؤال، وإني لغفار. إذن هالجانب هذا جانب هواية راعى الإسلام وراعى بعواطف المسلمين، خلاص تلك أمة قد خلت، مو؟ وإحنا أمة أخرى، اللي ينتقل إلى هذه الأمة طبعا يلزمه أن يتقيد بما عندها من أمور. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.